أهلا بكم من جديد. أكد جهاز الأمن الرئاسي الأمريكي أن السلطات الاتحادية تحقق في طرود مثيرة للريبة كانت أرسلت في السابق إلى البيت الأبيض وإلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون. وقالت شرطة مدينة نيويورك إنه تم إخلاء مبنى تايم وورنر في المدينة صباح اليوم بعد العثور في غرفة البريد الخاصة بمحطة CNN على طرود مريبة أرسلت عبر البريد. للمزيد حول هذا الموضوع تبقى معنا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدي. ريما، هل اتضحت ملابسات هذا الحادث وهل من ردود فعل صدرت عقب إرسال هذه الطرود عبر البريد؟ يعني أول رد فعل كان من البيت الأبيض من الإدارة الأمريكية التي تدين هذه أو إرسال هذه الطرود. أيضا من الكونغرس الأمريكي، عضو في الكونغرس الأمريكي، سمى هذه الهجمات المحتملة أو محاولة شن هذه الهجمات بالإرهاب الداخلي. ولكن هناك تطورات في هذه في قضية هذه الطرود. الآن زاد عدد الطرود، كان هناك طرد أيضا وجه إلى المدعي العام السابق خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إريك هولدر. الطرد الذي أرسل إلى مبنى تايمز وورنر أو إلى المبنى الذي تتواجد فيه مكاتب شبكة CNN كان بالفعل موجه إلى رئيس الاستخبارات الأمريكية، وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق جون برينان، إلى مدير CIA السابق جون برينان. بكل الأحوال الشرطة تحاول معرفة ما إذا كان شخص واحد أو عدة أشخاص أرسلوا هذه الطرود. ما كشفته السلطات حتى هذه اللحظة هو أن يعني بشكل أو بآخر هذه الطرود تحمل هوية واحدة، بمعنى أن تركيبها متشابه إلى حد كبير. أيضا كان هناك عنوان لإعادة الطرود فيما لم يتم إيصالها إلى الشخص المعني. العنوان على هذه الطرود كان عنوان لعضو في الكونغرس سابقة عن ولاية فلوريدا وهي من الحزب الديمقراطي. إذن هناك كما يقول محللون على الأقل حتى هذه اللحظة هي هجمة على الحزب أو هجوم على الحزب الديمقراطي أو محاولة لتخويف رموز الحزب الديمقراطي، خاصة وأن هذه الطرود وصلت إلى منزل أوباما، منزل كلينتون، مكتب جون برينان وإريك هولدر. جزيل الشكر لك على كل هذه المعطيات ريما أبو حمدي مراسلتنا في واشنطن.